صور نادرة وغيرها من المشاهد التي تتصدر الترند أو الأعلى مشاهدات دائما حاضرة من خلال صباح الشروق ودائما من خلال صباح السبت أيضا ننقل نبض الأحداث والحياة الثقافية في مختلف مساحاتنا السودانية. غدا بإذن الله يحتفي منتدى الصادق إلياس الثقافي بمجموعة من الرموز الذين يكرمون من خلال أمسية كبيرة يحتفي فيها أبناء المنطقة وأبناء المنتدى بالذين لهم بصمات إبداعية في المنطقة. وابتدارا لهذا الاحتفاء اليوم يقام معرض للكتاب. فللحديث حول هذا الملتقى والمعرض المقام اليوم سعداء أن يكون معنا الأستاذ أزعد أحمد عبد الرحمن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة لمنتدى الصادق إلياس الثقافي. مرحب بك. مرحب بك أستاذ ومرحب بقناة الشروق الفضائية. نشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لكي نحكي إن شاء الله ما يتم في الفعاليات في مدينة الجيل الغرب ومنتدى الصادق إلياس. مرحب بك وصباحك خير والتحية لكل أهل الجريف عبركم اليوم صباحا. وخلينا بداية نتحدث عن المنتدى, يعني بدايات هذا المنتدى والتكوين وممكن أن يقدم للحياة الثقافية والاجتماعية في الجريف. منتدى الشعر الصادق إلياس هو منتدى دوري تنظمه رابطة مبدعي الجريف غرب للآداب والفنون. المنتدى هو المنتدى الثاني الذي سيتم افتتاحه إن شاء الله غدا. منتدى وفكرة المنتدى أصلا استوحينا من وجود رمز وغام من غامات الجريف غرب من بيناتنا الأستاذ الشاعر الكبير الصادق إلياس. نحييه في هذه اللحظات ونتمنى له دوام الصحة والعافية إن شاء الله. الفكرة جاءت منه, يعني وجدنا إنه بيننا كنز من كنوز الإبداع في بلادي الحبيبة, أسرى الساحة الفنية والغنائية والشعرية وأسرى ويدان الشعب السوداني بالكثير من الروائع والأعمال الخالدة. ففكرنا إنه كرابطة لمبدعي الجريف غرب للآداب والفنون إن نحن نحتفي بالأستاذ الشاعر الصادق إلياس, لأنه هو يعني واحد من رموز الإبداع, الرموز الإبداعية في السودان وواحد من رموز الجريف غرب. ففكرنا ان نعمل منتدى ثقافي دوري يحمل اسمه في وجوده هو معانا على غرض الحياه, ويكون ان شاء الله يعني بعد عمر طويل ذكرى طيبه له ان شاء الله. فالفكره جات من المنطلق ده, وانه نحن نكرم المبدع في وجوده وفي حياته يعني. ومن هنا بدينا اعداد البرنامج بتاع المنتدى قبل فتره 6 شهور, والحمد لله توفقنا في اننا اغنينا المنتدى الاول في نادي الجريف غرب ونادي رايد, يعني نادي الجريف كله. والحمد لله كان المنتدى ناجح وفي حضور كبير جدا رسمي وشعبي, ويعني عكسنا فيه وكرمنا فيه يعني ابداعات, عكسنا فيه ابداعات الاستاذ الصادق الياس وكرمنا فيه رموز الجريف غرب او رموز المنطقه الحاره الثالثه, يعني المنطقه المستضيفه للمنتدى. وغدا ان شاء الله سينتقل المنتدى الدوري الى نادي الفلاح ان شاء الله بالحاره الثانيه. ننتقل للحديث عن المنتدى وممكن ان يقدم من خلال احتفاليه الغد, ولكن قبل ان نتحدث عن الحدث نفسه, المنتديات المكانيه يمكن في ظل الموجود من المحتوى الرقمي والسوشيال ميديا وغيرها قد تكون فيها جانب, لانه نحن دائما في السودان في الحياه الثقافيه كان حتى اعتماد الحياه الاجتماعيه للمثقفين وغيرها هو قائم على المنتديات. فوجود هذا المنتدى لأي مدى يمكن أن يكون مشكل إحياء ثقافي في المنطقة وإحياء ثقافي للمنتديات كمان؟ أكيد يعني نحن محتاجين للمنتديات, يعني ويعني بادرات خير إنه في كل منطقة يكون في منتدى ثقافي يعكس إبداعات أهل المنطقة ومبدعينهم ومواهبهم. فمحتاجين في السودان للمنتديات الثقافية دي, يعني لأننا يعني في كثير من الأحيان عندنا الكثير من المواهب والإبداع في شتى المجالات, يعني في الفن, في الموسيقى, في الغناء, في الشعر, في المسرح, يعني كثير, لكن ما لاقين يعني مكان ينفذ فيه. أيوة, ما لاقين جهة ترعاهم وتحتضنهم وتعكس لهم يعني وتنموهم وتنمي قدراتهم ومواهبهم عشان يبرزوا ويكونوا حاجة. يعني احنا يعني كثير من المواهب تتفلت يعني بصراحة, يعني وما بتجد الرعاية وما بتجد الدعم ولا الاهتمام ولا البروز. يعني فدور كبير جدا يعني يكون انه يكون في
في للأسف كل يعني عدم رعاية الشكل ده من المواهب الحقيقية قد يعني يصعد على الساحة مواهب قد تكون هي نصف موهبة أو غيرها من الجوانب، هو لأنه بنفتقد المساحات الثقافية الحاضرة. أكيد يعني. أكيد يعني. فخلينا مباشرة نتحدث عن احتفالية الغد واختياركم للمبدعين للتكريم في أمسية للأمسية الأحد اللي هي غدا إن شاء الله. إن شاء الله طبعا الليلة المبتدا حيكون إن شاء الله كاستهلالي له على هامش الفعاليات، إن شاء الله حيكون في افتتاح لمعرض للفن التشكيلي وافتتاح لمعرض الكتاب الفن التشكيلي يعني مشاركة عدد كبير من أو كوكبة من الفنانين التشكيليين بالمنطقة على قيادتهم الأستاذ الفنان حمدي إبراهيم عبد الباقي ومجموعة آخرين. كذلك حيكون في معرض للكتاب، حيكون في عملناه بالتعاون والتنسيق مع هيئة الخرطوم للطباعة والنشر، وحيكون في اصدارات متعدده في القصه القصيره وفي يعني العديد من الاعمال. وكذلك يعني حيكون في الكثير من المفاجآت ان شاء الله في برنامج بتاع المعرض ان شاء الله. هو اللي عايز يزور المعرض اليوم يعني وين المعرض مكانه المعرض وحتفتحوه الساعه كم؟ مهم انه كمان المشاهد يعني الافتتاح ان شاء الله حيكون في الساعه 4 عصرا في نادي الفلاح الحاره الثانيه بالجريف غرب ان شاء الله. يعني حيكون يعني من زمن بتاعه الافتتاح يستمر الليله اليوم كله، ان شاء الله غدا برضه حيستمر لمده يومين ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا كمان نتكلم عن الجانب المعرض التشكيلي، هو مصاحب لمعرض الكتاب ولا هو في منطقه نفس القاعه؟ حيكون معرض الكتاب ومعرض الفن التشكيلي. حيكون المعرض بتاع الكتاب فيه روايات وفيه القصص وفيه الكتب علميه وبحوث اكاديميه ودواوين شعر ومفاجآت أخرى إن شاء الله. المعرض ذاته دار نبه إنه حيكون في مشاركة اليوم من مبدعي جريف غرب، الروائيين بكتاب جريف غرب حيكون عندنا من إنتاجهم الخاص الأستاذ نافع عبد الله نافع بن الجريف الكاتب المعروف، وإن شاء الله حيكون برضه في مشاركة برضه غيمة للأستاذ عبد الله كمال عبد الله، برضه هو من أبناء جريف غرب الكتاب. يعني المعرض حيكون إبراز للمواهب الجرافة وفي نفس الوقت إبراز المبدعين في شتى بلاد الحبيبة إن شاء الله. من خلال الأمسية غدا أهم ما سيقدم والنجوم المكرمين إن شاء الله غدا عند الساعة 7:30 مساء بنادي الفلاح بالحارة الثانية جريف غرب حيكون إن شاء الله الليلة الثقافية إن شاء الله لمنتدى الشاعر الصادق الياس. حيكون ليلة حافلة أكيد بالبرامج، يعني إن شاء الله عندنا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة في مشاركات. أول حاجة يكون عندنا شرف ضيف كبير جدا هو الأستاذ يوسف المسلم الصغار المعروف، ونحن نقدم له التحية الحارة ليعني مشاركته لنا إن شاء الله في هذا البرنامج. وإن شاء الله حيكون طبعا حيكون في مسرح أداء مسرحي عندنا الأستاذة في مسرح وين؟ في مسرح النادي الفلاح بالحارة الثانية بالجريب قرب إن شاء الله. يكون عندنا مسرح من تقديم أستاذ يعني الفقرة المسرحية، ويكون فقرة غنائية إن شاء الله، فقرات غنائية بمشاركة يعني مشاركة خارجية من فنانين وليد زكي الدين وصلاح ويلي أستاذ صلاح ويلي ومجموعة يعني من مبدعي الجريف غرب إن شاء الله. بعد الورد دي لو نسيتهم حيعملوا مشكلة. أبو بكر السيد أحمد وأستاذ الفنان الدرديري تهاني التاج وأستاذة سلمى رمضان وهي من خريجات نجوم الغد ابنة المنطقة، وأستاذ أول شاب عمرو صلاح الفنان الصاعد يعني لدنيا النجوم بقوة إن شاء الله. بنحييهم جميعا المبدعين المكرمين يعني إنه تم اختياره للتكريم وعلى أي أساس وكذا يعني نتحدث عن قبل اختيار المبدعين. قبل ما أخش في المبدعين أحيي الأستاذ السواكن السواكن علي سالمين، هي من رائد من رائدات المسرح في مدينة الجريف غرب، يعني احنا بنحييها عبر هذه الإطلالة. يكون عندها هي ومصاحبة الأستاذ عبد الرحيم الشامي، يكون عندهم إن شاء الله عرض مسرحي يعني لمصاحبة قصيدة أو أغنية الجريف واللوبيا ان شاء الله. دلل في الورقه كله دلل في الورقه المبدعين. انا طبعا حريص على الورقه لانه ما اقدر انسى زول بعد ده. أيوة كله بدا يتفلت منه. منو المكرم من خلال المكرمين؟ عندنا مجموعه ان شاء الله المكرمين في المنتدى ده، عندنا دكتور عبد الماجد السير عثمان هو مدير هيئه الخرطوم للطباعه والنشر،
وهو يعني نحن نكرمه وما نجريه في اكيد بنكرمه لانه هو يعني له دور كبير جدا في تاسيس رابطه مبدعي جريف غرب للاداب والفنون. يعني ساعدنا كثير في المجال ده والحمد لله الرابطه على يديه ولقت النور يعني. وعندنا تكريم الاستاذ عبد العال رزق الله عبد العال رزق ده هو اول عازف ايقاع في مدينه جريف غرب يعني له قريب 70 سنه في المجال ده اول عازف ايقاع في مدينه جريف غرب يعني نحن بنكرمه في الليله ده والتحيه له والتحيه لاسرته الكريمه ان شاء الله. كذلك عندنا التكريم للاستاذ الهاد الطيب الهادي والعيشه زي ما بيقولوا عليه وحي المراه الصامده والدته عيشه يعني هي دور عندها يعني ادوار كبيره في مساهمات كبيره على طاقه الجريف غرب يعني ان شاء الله نحييها ان شاء الله. وطبعا اول عازف ولود يعني مدينه الجريف غرب وصاحب الكثير من الفنانين على راسهم المرحوم استاذ الحو ويعني عزف مع كثير من الفنانين على مستوى يعني البلاد يعني. ايضا كذلك في تكريم للاستاذ محمد عبد الرحمن ود الشايب وهو يعني من الفنانين الاوائل من مدينه الجريف غرب ومن الفنانين المعاصرين للحقيبه يعني وهو يكاد يكون الموجود حاليا من العصر ذاك يعني. وهو في تكريم له ان شاء الله في شخصه تكريم خاص جدا يعني في نهايه الاحتفاليه حيكون بالنسبه له ان شاء الله وحيدي واحده من اغانيه المعروفه ان شاء الله. كذلك في تكريم للاستاذ عوض علي حسن علي ابو زيد وهو يعني من مؤسسي فرقه البالمبو ويعني ابن الجريف يعني قدم الجريف وقدم نفسه للناس واستطاع ان يضع بصمه في خارطة الفن على وسط الجريف وعلى السودان كله ان شاء الله. احنا نتمنى لهم جميعا كل التوفيق. ولكن هو ذاته مبدا التكريم لانسان موجود هو فيه جانب يعني لرد الجميل وفي الوفاء وجانب اخر للتحفيز للمبدعين. خلينا برضو نتكلم عن الجانب ده اهميه تكريم المبدعين. احنا دائما نكرم اغلب المبدعين بعد الرحيل فاهميه يعني تكريم المبدعين وهم بيننا مهم في انه نحفز اجيال جايه. اكيد يعني انه التكريم للشخص في وجوده او للمبدع في وجوده يعني دي عمليه يعني ما سهله جدا يعني احنا درجه الناس كلهم من نزول يعني او المبدع ايا كان او في اي مجال انه بعد ما يتوفى الناس يا دوب تقدر تكتب عنه وتقدر توثق له وتقدر يعني تكتب وتكرمه يعني اكيد الكلام ده كله طبعا يعني للاسف ما حيكون هو يعني سامع ولا شايف ولا مشاهد لانه حيكون انتقل الى الحياه اخرى. فتكريم المبدع او الشخص في وجوده في حياته يعني بيكون عنده طعم ويكون عنده يعني اثر كبير جدا في نفوس المبدعين يعني ومش له هو بس للناس الوراء يعني المواهب الثانيه والمبدعين الغيره انه بيتمنى اي زول يعني في اي مجال في شتى المجالات بيتمنى انه الناس في وجوده يشوف يعني انه هو الناس بتكرم فيه وبترد له بعض من جمايله وبترد له اعتباره وبتغيمه يعني في وجوده. فننبسط نحن ايوه جانب من جانب الوفاء يعني للشخص في وجوده وفي حياته. فده اللي احنا ده اكثر حاجه يعني حسينا ان احنا يعني يعني توفقنا فيها ونجحنا فيها انه في وجود الاستاذ الكرام العلامه استاذ الشاعر الكبير الجريف الصادق الياس انه نكرمه في وجوده وفي حياته ومعه اسرته. فدي يعني محمد بالنسبه لنا مكسب كبير جدا يعني. صح ورد الوفاء قيمه عظيمه بالتاكيد للمبدعين ولكل اصحاب العطاء في المجتمع. نحن نتمنى دائما الجميع يعني يعتاد هذه القيمه. من خلال المنتدى يعني جوانب مختلفه زي ما ذكرنا لوجود المنتدى في الاحياء الثقافي غير تكريم المبدعين يعني هذه واحده من الفعاليات. ولكن دوركم عموما في الاحياء الثقافي كيف يمكن ان يكون من خلال الناشئه من الطلاب والشباب الموجودين في الجريف التمليك لادوات مختلفه للرقي بالثقافه ما يعني ما يعمل عليه هذا المنتدى؟ نعم رابطه طبعا مبدعي جريف غرب للاداب والفنون هي رابطه انشات قبل سنوات حوالي 7 سنوات هي درجه دائمه على المشاركه في كل الاحتفالات والاحتفالات الاحتفاليات بتاعت التي تقام في مدينه الجريف غرب. وكان لها دور كبير جدا يعني قبل فتره في يعني اتاحه فرصه للكثير من الناشئه من المبدعين في شتى المجالات في ابراز مواهبهم ومقدراتهم وامكانياتهم
وده السعي اللي هو يعني الهدف واحد من الأهداف الأساسية إنه إنشاء المنتدى ده إنه يكون في رعاية للمبدعين يعني واكتشاف للمبدعين قبل كده وإن شاء الله تسويقهم يعني وتحت فرصة لهم عشان يعني يحكسوا إبداعاتهم وفنونهم وعشان ننموهم ننمي يعني الإبداع بتاعهم ده إذا كان في شتى المجالات الشعر موسيقى يعني في كافة المسرح بكافة دروب الفن والإبداع يعني صحيح. الرعاية يعني كثير من الناس يعني كثير من الناس يعني ممكن يكون موهوب ممكن يكون عنده يعني فيه يعني مقومات بأنه يكون إنسان ناجح أو يعني مبدع ناجح لكن ما يلقى الرعاية وما يلقى الواحد ياخذ بيده وكذا فكون انه يكون في منتديات ثقافيه تتوزع او تكون في كل منطقه او حي او مدينه انه في يعني منتديات زي دي بتدي كثير يعني بتكتشف الناس وبتقدر تقدمهم وبتقدر تنموهم وبتقدر يعني تعكس الابداع الفني يعني وربما واحد من المبدعين ده يعني يكون عنده شان يعني يعني ويعني شان في المستقبل يعني يتذكر اكيد في النهايه انه قبل كده الناس رعوا وقفوا معاه ايوه منطقته راح يكون يعني يرد الجميل للمنطقه ان شاء الله ويساعد الناس زي ما ساعدوا هو صح وجوانب مختلفه للفعاليات ايضا يعني اذا تحدثنا عن المنتديات الشهريه والجوانب للوجود الثقافي وغيره دوريه المنتدى خلينا برضو نتكلم في الجوانب دي نعم نحن المنتدى نحن طبعا المنتدى دوري نظم كل شهر تقريبا يعني حسب التساهيل طبعا يعني لانه المنتدى واسع قائم على جهود الجهد الخاص الاهالي والانديه ودي فرصه نحن يعني نحيي كل من دعم هذا المنتدى خاصه اخواننا واعمامنا خارج البلاد يعني يعني كان عندهم مغتربين يعني مغتربي جريف غرب كان عندهم يعني مساهمات كبيره الشيخ بابكر الاستاذ الشيخ بابكر يعني كان عنده دعم ووقفة كبيرة جدا في كل الفعاليات اللي بتنظم يعني في الجريف غربي يعني هو واحد من المدعين وأنا ما دارس كل الباقيين عشان ما أخصم ظهر الناس لكن يعني دي يعني كان واجب إننا في مساحة زي دي نشكر الناس نشكر الأهالي يعني الجريف غرب نشكر المغتربين نشكر الأندية يعني كان عندها عبء كبير جدا من تحملته في المنتديات دي نادي الجريف غرب نادي اليوم نادي الفلاح وإن شاء الله بعد شهر يكون في نادي الأخلاص نادي شباب الأخلاص بالحارة الأولى جريف غرب رقيعة إن شاء الله المنتدى اللي بعديه يكون في الحارة الخامسة في نادي شبرا إن شاء الله نحن قصدنا من أنه نوزع المنتديات دي على حارات الجريف في أنه شنو نرسخ الفكرة بتاعت المنتدى في كل الحارات وأنه كل الحارات تشارك تساهم في انه تحيي العيلة الثقافية وتكرم الصادق الياس وتكرم مبدعية خاصة يعني الناس في القلعة دي او في الحارة الثانية جريف في نادي الفلاح نكرم الرموز او المبدعين يعني القلعة او الحارة الثانية بجريف غرب حنكرمهم تكريم خاص يعني بالنسبة لهم اضافة للتكريم للصادق الياس وحنتقل الفعالية دي برضو في الحارة الاولى ان شاء الله رقيعة في نادي شباب الأخلاص وان شاء الله يكون يعني احنا قصدنا يكون برضه في تنافس بين الانديه المختلفه تحت الجريف غرب عشان الاساس انه كل نادي يحاول يتحد انه شنو يكون افضل المنتدى بتاعه من النادي الثاني فالحمد لله يعني الليله المنتدى بتاع ما دار يعني اعمل قياسات وكده اقول المنتدى اللي كان افضل لكن احنا ماشيين الحمد لله في التطور يعني متصاعد ونجاح الحمد لله وجميل انه الاهم يعني. هو الاحياء الثقافي اذا كان نعم. في الاوعيه الثقافيه المختلفه في القيعه او في الجريف الغريب او القلعه والشيطة. او الشيطة او غيرها يعني حتى الاخلاص وفلاح وغيرها كلها اوعيه ثقافيه بتمنى انه يعني أكيد. تعمل على الاحياء الثقافي حنعود للحديث عنها حتى في وجودها مجتمعيا بعد يا صباح لكم مشاهدينا من جديد ويتواصل معكم هذا النبض الصباحي ونحن نتحدث عن منتدى الشاعر الصادق الياس بالجريف غرب والذي سيكرم غدا الأحد مجموعة من المبدعين من أبناء الجريف وابتدر هذا التكريم اليوم بمعرض للكتاب ومعرض تشكيلي ولوحة صباحية نتحدث من خلالها في جوانب مختلفة ونفتح نوافذ الصباح على كل المساحات
بلدنا حلوة بكل هذا الجمال وبكل هذا الإثر الثقافي، ودائما هذه الأبواب المفتوحة صباحا على امتداد التاريخ الثقافي والموروث الحضاري لهذا البلد، وأيضا نفتح ذات الباب على النبض الثقافي في الحياة الثقافية السودانية في حديث اليوم عن منتدى الصادق الياس الثقافي. وقد تحدثنا عن أن هذا المنتدى سيقيم بيوم غد حديث عن هذا التكريم للمبدعين لأبناء الجريف، واليوم هو أيضا يفتتح معرض للكتاب ومعرض تشكيلي. سعداء أن نتحدث من جديد ونواصل هذا الحديث مع الأستاذ أزعد أحمد عبد الرحمن، واحد من أبناء المنطقة وهو المسؤول الإعلامي للمنتدى. وكنا بنتحدث في جوانب مختلفة وشاهدنا من خلال هذه المشاهد هذا الإرث الثقافي الموجود في كل السودان، ونحن اليوم نتحدث عن إحياء الثقافة في الواقع. إلى أي مدى الارتباط بهذا الموروث وبهذا التراث يمكن أن يكون له بصمته الأصيلة في الثقافة حاضرة؟ أكيد يعني الموروث الثقافي يعني هو يشكل دعامة من دعامات أي منطقة يعني. فنحن في الجريف غرب يعني لدينا موروث ثقافي كبير جدا يعني. جريف غرب زي ما معروف يعني هي من أقدم مدن الخرطوم يعني شان كل المناطق الخرطوم القديمة مثل البري، توتي، الفتيحاب، يعني منطقة ضاربة في الغدم يعني، ويشهد على ذلك الحضارات القديمة والثقافات الموجودة أصلاً. يشهد على ذلك أسماء المناطق الموجودة في الجريف غرب حاليا يعني. صح. هي مسمية بأسماء كلها عندها دلالات ومعاني يعني عظيمة ودلالات يعني تاريخية بتأكد إنه منطقة الجريف هي منطقة عريقة ومنطقة قديمة وتمتلك موروث ثقافي كبير جدا. هم هذه الدلالات منذ سلطنة الفونج يعني. يعني ضارب في الغدم، وحتى المسميات الآن بتاعت مناطق الجريف الحارة الأولى مثلا تسمى رقيعة. هي سموها رقيعة ليه؟ لأنه تم فيها رقع جيش الإمام المهدي زمن الإنجليز، فهي كان فيها تجمع للجيوش التي دعمت الإمام المهدي في صراعه وفي نزاعه مع الإنجليز يعني، يسمى رقيعة. المنطقة الثانية القلعة ذاتها يسمونها القلعة لأنها عالية هي أعلى من رقيعة. عندنا كمان منطقة القرايج وتسب للأمير قرجاج، وهي يعني منطقة يعني كل مناطق الجريف عندها مسميات يعني هي تأكد إنها هي يعني منطقة ظهر الحضارة أكثر من 700 عام يعني. الجريف مشهور بها، وحتى أراضي الجريف يعني أنت كل الامتدادات الجديدة في الخرطوم أو في شقة الخرطوم هي أساسا سواق الجريف غرب يعني. حتى المدن الجديدة كلها زكاة الرياض، الخرطوم، الطائف، المعمورة، المربعات كلها، حتى الجريف دي من الجريف من الحجر للحجيرات يعني. ليه منطقة معلش عيد حسين هي كلها الآن في كل الوثائق التاريخية مسجلة بأنها هي سواقي الجريف غرب، ساقي رغم كده، ساقي رغم كده، حتى عيد حسين يعني كل المناطق الجريف بالأصل عرب زراعية يعني. أصلا طبعا الجريف منطقة زراعية، سكان الجريف أصلا كانوا يعني يعتمد على الزراعة في كل برامجهم، كل زراعة الخضروات، زراعة الفواكه. فمعروف يعني كمان الجريف في فترة من الفترات كانت هي متنفس للرحل يعني، في زمان سابق يعني ما بعيش شديد كان هي متنفس لأهل الخرطوم كلهم يعني. كلهم يعني في الأعياد في المناسبات الكبيرة كان يأتوا رحل لمنطقة الجريف غرب يعني، في مزارع الجريف يغيموا البرامج. هو الجمال اللي يولد الإبداع نحن بنتحدث عنه. أكيد. وزي ما ذكرت يعني امتداد للثقافة وامتداد للحضارات اللي هي موجود في مناطق السودان المختلفة. نحن بنتحدث عن يعني تاريخنا القديم، في أي مدى يعني هذه المنتديات اللي هي ممكن تحيي الثقافة حاضرا يمكن إنها تفتح الأبواب لتعريف أجيال على التاريخ وعلى الحضارة والثقافات الموجودة أصلا؟ أكيد المنتديات الثقافية يعني ما ينعكس فيها من يعني حديث وعن عن الثقافة عموما، عن الموروثات، عن الشغل الفلكلور، يأكد يعني بيحكس للناشئة
يعني هذه الممارسات اللي بتقدم لهم انه يعني اشياء كثيره جدا. انت لنا الجيل الحديث ده او الجيل اليوم ما يكون عندي ادراك او فهم او وعي للاشياء اللي كانت السابقه بتحصل يعني. فاما يلقى منتديات زي دي يحكس فيها الفن فيها الفلكلور، تتحدث عن جوانب تاريخيه عن المناطق عن السودان عن التاريخ، فاكيد الزول بيكون شبع وعرف واخذ له معلومه جديده عن كينوته وعن تاريخه وكده يعني. في المنتديات الثقافيه دي تعتبر يعني زي المدرسه يعني، مدرسه للنشء انه يتعلموا منها ويعني يستوعبوا منها ويفهموا منها تاريخهم وموروثاتهم وكده يعني. ومهم انها تكون مكان للمعارف، وزي ما ذكرت انه هي الثقافه في الحاضر المبنيه على الاصل فيها شيء من المتانه، خاصه انه الان الاجيال مفهوم الثقافه نفسه لانه هو منبت عن الاصل او ما عنده يعني بناء اساسي او غيره، فقد يكون مفهوم للثقافه نفسه مختلف. فده دور للتوعيه بالجانب الثقافي في انه هي شنو الثقافه ذاتها من خلال هذه المنتديات. اكيد يعني نحن الجيل الحالي بتاع اليوم ده يعني ما دار نبقى في صراع اجيال، لكن الواقع يعني الشيء المنتشر في الميديا العولمه الجديده كويس ما قنوات التواصل الاجتماعي يعني سرقت الناس جدا يعني. زمان انت الليله في الحبوبه في البيت في الزول الكبير في العم في الخال، التربيه ذاتها كان انت بتربي معك في الشارع ذاته، بيقولوا زمان كان بيربيك عمك بيربي خالك بيربيك زول المنطقه. فاسال الناس كلها اي زول ناشئ اي زول ماسك موبايله وماسك اللابتوب بتاعه، ففي زي انفصام. حتى الناس في البيت واحد تلقى اي واحد يزور معزوله، اي زول ماسك جهازه او موبايله، وزي ما يقولوا يعني في يعني حصلت عزله يعني كده مجتمعيه كبيره جدا. والافاق المفتوحه دي والفضاءات اللي اصبحت مفتوحه بالتاكيد هي سلاح ذو حدين يعني. احنا نتمنى دائما نكون في الحد الايجابي. خلينا في نهايه المساحه دي نذكر كل المشاهدين باحتفائيه الغد بالمعرض التشكيلي ومعرض الكتاب اليوم. ان شاء الله الليله اول عصرا ان شاء الله عند الساعه 4 عصرا ان شاء الله سيتم افتتاح المعرض التشكيلي، معرض الفن التشكيلي، معرض يشارك فيه كوكب من الفنانين التشكيليين من جريه وغرب الاستاذ حمدي ابراهيم عبد الباقي ومجموعه اخرى ان شاء الله. وفي معرض بتاع الكتاب ايضا يكون في مشاركه طيبه من مبدعي جريه وغرب، وبدا المعرض بالتنسيق والتعاون مع هيئه الخرطوم للطباعه والنشر. ان شاء الله حيكون برضه في اكيد من كثير من المفاجات او مصاحبه او فعاليات مصاحبه مع برنامج المعرض وللكتاب والمعرض للفن التشكيلي. ان شاء الله غدا عند الساعه 7:30 مساء ان شاء الله بنادي الفلاح الحاره الثانيه الجريف غرب القلعه حيكون عندنا ان شاء الله الاحتفاليه او ليله المنتدى الكبرى ان شاء الله، حتكون يعني ليله فيها الكثير من الفقرات تحتوي على الاغاني مسرح التكريم للرموز، اكيد مفاجات اخرى ان شاء الله يعلن لها في حينها ان شاء الله. ودي دعوه لكل المهتمين بالاداب بالثقافه بالاصدقاء برضه وزملاء الاستاذ الشاعر الصادق الياسي مشرفونا ان شاء الله في المنتدى ده، ودعوه للناس جميعا ان شاء الله يشاركونا، وانتم كمان يعني لكم في الشروق ان شاء الله تكونوا حاضرين وتوسعوا لنا الحدث الكبير ده ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى التوفيق بالتاكيد لكل العاملين على احياء الثقافة في السودان. شكرا جزيلا أستاذ أزعد أحمد عبد الرحمن مسؤول الإعلام بمنتدى الصادق الياسف. أنا لو حاجة أخيرة أنه أحيي كل الغائمين على المنتدى ده بقيادة الأستاذ الكبير الدكتور عثمان دقنة رئيس اللجنة العليا لمنتدى الشاعر الصادق الياس، ورئيس الرئيس رابطة مبدعي جريب غرب، وأخواننا في اللجنة أخونا عادي النوبة، أخواننا الرفاعي الشاعر المعروف، كل جميل. الأخوة العاملين أنا ما استحضرهم كده، لكن ونادي الفلاح النادي الرائد يعني القام على البرنامج ده القائم عليه رئيس النادي الأستاذ حاتم قرافي ونائبه أنور أحمد. والله نحن نعتذر بالابتسام لأنه حرصت أنه تقولهم كلهم، شكرا جزيلا.